هاي موتشيز، انيونغ، ويلكم باك اور ويلكم تو ماي شانل اف يور نيو. جماعه فيديو النهارده فيديو بجد انا متاكده 100% انه هيعجبكم جدا. في فيديو النهارده هنعمل انبوكسنج، ومش اي انبوكسنج، بجد مش اي انبوكسنج، لان انتوا اصلا على طول بتسالوني على الحاجات اللي انا جبتها دي. والانبوكسنج بتاع النهارده حاجات مكتبيه، ستيشنري، حاجات كمان اكسسوارز. بصوا يا جماعه الباكج ده بجد حاجات خطيره، ومش بوكس واحد، عندنا واحد وعندنا واحد اكبر والاتنين تقال. فانا حاسه ان احنا ممكن نعمل اصلا تو بارتس النهارده، مثلا ممكن نفتح البوكس الكبير وفي بارت 2 نفتح مثلا البوكس الصغير، لان الاتنين مليانين وكلهم حاجات هتعجبكم جدا انا متاكده. عشان كده انا متحمسه، عشان انا بحب الحاجات دي، وانا عارفه ان انتوا كمان بتحبوا الحاجات دي. انبوكسنج النهارده حاجات من عند ستيشنري بال. هبقول لكم ازاي تشتروا من عندهم في اخر الفيديو، عشان انا متحمسه قوي وبجد يعني مش قادره استنى، عشان انا مش فاكره انا كنت طالبه ايه قوي. فانا متحمسه جدا وعايزاكم كمان تشوفوا. بس عندي كود خصم معاهم، هسيبه لكم هنا، هيعمل لكم خصم زياده. وفي اخر الفيديو بقى هقول لكم ازاي تطلبوا من عندهم. بس يلا بينا، خلونا نبتدي ونعمل انبوكسنج. يلا بينا، تعالوا الاول دلوقتي نفتح التو بوكسز عشان اوريكم شكل البوكسز بتبقى عامله ازاي. تعالوا نفتحه مثلا من هنا، ودي اصلا كنت جايباها برضو من عندهم. انتوا لو متابعيني بقالكم فتره هتفتكروا ان انا عملت انبوكسنج لستيشنري بال قبل كده مرتين، وكل الحاجات اللي انا بستخدمها، الحاجات الكيوت حتى الشنط، برضو من عندهم. اصلا البوكسات بتاعتهم بصوا اوريدي. تعالوا نفتح. جماعه غيروا البوكس، استنوا، البوكسات بتاعتهم اتغيرت. واو جماعة بصوا البوكس، it's so pretty. وبصوا هنا في الجنب مكتوب made with love الناحيتين، ومن تحت شكله كده. الله يا جماعة البوكس ده انا اكيد مش هرميه، استحالة، هبقى احط فيه حاجات اكيد. تعالوا برضو نفتح الكبير ده ونشوف بوكس شكله ايه. تعالوا نفتح ونقول بسم الله. حاولوا انتوا تستخدموا القطر والحاجات دي تاخدوا بالكم، عشان طبعا الحاجات دي ايه، خطر. انا متحمسه. البوكس شكله مختلف. والله يا جماعه الحاجات اللي جوه هتعجبكم مليون في الميه، انا متاكده. جماعه ده اصلا البوكس من تحت، بصوا واو شكله تحفه. من فوق مكتوب ستيشنري بال. جماعة بصوا البوكس انيق ازاي، شكله رهيب. واستنوا بقى لما تشوفوا البوكس من جوه. تعالوا نعمل في فيديو النهارده، اصلا مش عارفه لو هنلحق نعمل ده كله، فممكن نفتح ده النهارده، وفي بارت 2 اللي هو كمان يومين او يوم هنزل لكم بارت 2 نفتح البوكس ده مع بعض، الحاجات اللي جوه. مش هطول عليكم، يلا بينا. اوكي يا جماعه تعالوا نفتح البوكس الكبير الاول مع بعض، انا متحمسه قوي. اوكي بسم الله، عشان انا عارفه ان ستيشنري بال بيعملوا باكجز رهيبه. اوكي تعالوا نفتح مع بعض. واو this is so cute. الحاجه اوريدي بتقع يا جماعه من البوكس. واو بصوا من جوه كاتبين ثانك يو، في حاجات كتيره. انتوا بجد مش متخيلين الحاجات جوه كتيره ازاي، حاجة هتقع بجد. روحي وحاطين حاجات كده جيفتس، بجد دي انا ما طلبتهاش تقريبا، فهي جيفتس كده. انا عارفه ان ستيشنري بال بيحطوا على طول جيفتس، او ماي جاد. بس انا عارفه ان الجمارك فتحوها لانه شكل الباكج ما بيكونش كده، ولعبوا في الحاجات. بس ماشي، يعني بصوا الباكج اصلا بتيجي كده، عشان اتفرجت على انبوكسنج فيديوز كتيرة قوي لستيشنري بال، مش عارفة اصلا اشيل البوكس الواحد يا جماعة من كتر هو تقيل. بس البوكس بيجي ملفوف كده، ويا جماعة الرابينج بيبر انا هصور لكم بالموبايل التاني عشان اوريكم، بس الراب بيبر عليه قلوب. انتوا متخيلين قد ايه الموضوع كيوت، بجد تحفة. انا رجعتكم ورا شوية عشان تشوفوا البوكس. بس المهم يلا بينا، اول حاجة بيحطوا دي يا روحي. وبصوا يا جماعة فيها كاميرا، تبقى زي فريبيز كده، بيحطوها از جيفت، هدية يعني، في كاميرا، شايل كاميرا. بيبقى فيه بقى الحاجات دي، واول حاجة شفتها الكالندر دي، انا طلبتها لاختي، كنت اوريدي طالبة من عندهم واحدة السنة اللي فاتت،
اختي بتحبها قوي في الشغل عندها، تحطها على الديسك بتاع الشغل يعني. بس دي بقى بتاعت سنة 2024، انا اصلا مش قايلة لها وهي دلوقتي في الشغل، فلما تشوف هتتفاجأ. بس المهم ده بيبقى شكلها، عشان على طول برضو بتسألوني فرح انت بتجيبي الكالندرز اللي على الديسك دول منين، فمن ستيشنري بال، وبيبقوا حلوين قوي من جوه عشان بصوا بيبقوا كده بالتواريخ، ومن ورا وزي الحتة اللي هلا بتعجبها انه تقدر تكتب التو دو ليست او الحاجات اللي وراها الشهر ده مثلا في الشغل، فعملية جدا، والورق اللي هو ورق يقدر يتكتب عليه. فانا بجد بحب قوي الكالندرز بتاعتكم. عايزاكم تبقوا تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عجبتكم في الاوردر ده، انا متاكده ان كل حاجه هتعجبكم اصلا. في برده من الحاجات اللي بيبعتوها هديه يا جماعه، بصوا بطه، المره فاتت كانت صفرا، المره دي سودا. بتعمل صوت ولا لا؟ بتعمل صوت. اوكي. بعد كده انا بحب اجيب الاكياس دول من عندهم زي اكياس هدايا، بس انا بحط فيهم مثلا حاجات يعني مثلا ستيكرات مش عارفه ايه كده، بيبقى شكلهم كيوت قوي. بصوا دول مرسوم عليهم بيرس كده، شكلهم حلو قوي، وساعات ممكن اديهم لحد هديه برضو يعني، احط لحد مثلا هديه. وعايزه اقول لكم يا جماعه، السبب ان انا بحب ستيشنري بال ان بجد حاجاتهم رخيصة جدا. هي هناك بتبقى بالدولار، بس لما بتحولوها برضو بتطلع رخيصة، لان حاجات عندهم كتير قوي بالسنت، لو اصلا اقل من دولار يعني. ده كان بسنت مش فاكرة بكام، بس كان رخيص جدا. وعايز اقول لكم يا جماعة، الباكج ريحتها حلوة قوي، ودي حاجة انا برضو بحبها فيهم، بيعطروا الباكج. بس عندنا ده، ما هذا؟ انا فاكرة ان انا طلبته، بس ده كان ايه؟ ستيكرز تقريبا. جماعة ده ستيكر كتاب في ستيكرات. اولا بصوا شكله كيوت ازاي، واو. هتلاقوني بستخدمه كتير ده يا جماعه في جورنالينج، تدوين المهام. في يا جماعه ده جامد قوي، بصوا شكله كيوت ازاي. لا تعالوا نفتحه، تعالوا نفتحه، انا اتحمست. اوكي بصوا يا جماعه، ستيكرز كده وكتاب بقى، 20 صفحه من الاستيكرات الكيوت. بصوا واو، الله يا جماعه، ده احلامي في كتاب. وانا فاكره ان كان في منه اشكال كتيره، بس انا اخترت البينك ده عشان عجبني قوي شكل الكتاب ذات نفسه، يعني تحسوه كتاب بجد، بس هو مليان ستيكرز. الله كيوت قوي بجد، حبيت. اوكي في دول. اوكي بس مكملين، وفي بوكس هنا في حاجه كبيره مش عارفه ايه ده شكل البوكس. طب نبدا بيه، تعالوا هنا. لقيت خاتم، بحب قوي البوكس اللي بيحطوا فيه الجيلري او المجوهرات. مش مجوهرات، هي اكسسوارز، اكسسوارات. وهسيب لكم يا جماعه لينكات كل الحاجات دي تحت في صندوق الوصف، عشان لو عايزين تطلبوها هي نفسها. جماعه انا لازم اوريكم ده من قريب، استنوا هلبسه دلوقتي واوريه لكم من قريب. هو عباره عن فراشات، استنوا بجد لازم اوريكم. بصوا يا جماعه، فراشات كده كيوت قوي بجد، تحفه. لا عجبني، عجبني جدا. ويمكن طلع صغير شويه يعني، هيتلبس مثلا فوق كده او هنا مثلا، طلع عليا صغير يعني مش هيخش. بس شكله تحفه، انا عجبني قوي ده. وعايزه اقول لكم، انا كنت طالبه من عندهم اكسسوارز من المره اللي فاتت، حاجاتهم مش مصدتش معايا لحد دلوقتي، وحلوين جدا. بعد كده لقيت دي، وانا بجد بعشقهم، اللي هم عارفين اللي بنحطهم في شعرنا من ورا، الهير كليبس. بصوا يا جماعه تحفه ازاي، فيها لولي كده من هنا، وفي قلبين، واحد بني وواحد بيج. خامتها مش حاساها هتتكسر عشان هي اصلا حديد. لا حلوه عجبتني قوي شكلها، تخيلوها كده في الشعر هيبقى شكلها تحفه. الباكج ما بيخلصش، دي انا ما كنتش طالباها، فاعتقد ان هي من الحاجات اللي هم عاملينها كهديه، انا مش عارفه ده ايه اصلا. اوكي هو زي كده حاجه بنحطها الفلامينجو، هو ده فلامينجو صح؟ بصوا كيوت، لونه حلو قوي، ممكن احطه هنا عندي على الديسك. شكله كيوت. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، طلبت الاستيكرات دي، كنت بجيبهم زمان وانا صغيره، فاكرين يا جماعه؟ لو انتوا قدي ما اعرفش، او لو حتى اصغر مني انا مش عارفه، بس لما كنت اروح المكتبه زمان، دلوقتي لما بروح المكتبه مش بلاقي فيها حاجات عدله، ما اعرفش ليه. بس المهم كنت بجيب الاستيكرات اللي هي البارزه، وبارزه بزياده يعني. بصوا يا جماعه دول بارزين قوي، الله ملمسهم تحفه. وانا دول جبتهم مخصوص عشان الزقهم على الموبايل، بصوا من الجنب بارزين ازاي، بصوا اشكالهم تحفه، عجبوني قوي دول. ملمسهم اصلا ملمسهم حلو قوي، حلو بالزياده. انا عماله كده
ابص في البوكس بجد شايفه حاجات عجيبه غريبه بس كلها حاجات حلوه هتعجبكم. اوكي يلا بينا نكمل. انا نشوف، انا شايفه حاجات غريبه يعني مثلا شفت ده قطه لابسه سانتا كلوز كده، عندي بطتين، بطه سودا وبطه سانتا كلوز. ودي برضو من الحاجات اللي بيبعتوها كده فري بيز، انا بحبهم قوي. انا اوريدي اصلا بصوا حطاها هنا، كانوا هما برضو ادوهاني از ا جيفت، وانا بعشق اللي هو اسمه ايه سينامورول، بجد بحبهم قوي. وعايزه اقول لكم بقى معلومه، عارفين الكليبسات دي بيبقى اصلا عليها كده ورقه، بصوا انا ما كنتش اعرف الموضوع ده، هي ورقه كده بتتشال، بصوا ساتسفاينج قوي، فبتخلي شكلها كلير اكتر وبتبقى كليبس. انا بحبهم قوي دول وبستخدمهم كتير جدا. نيكست احنا لسه مكملين بجد يا جماعه، احنا لسه مكملين. بصوا البوكس مليان ازاي، انا عندي فضول اعرف البوكس الكبير ده فيه ايه. بس استنوا، لقيت حاجه تانية برضو بيبعتوها هديه، ده انا ما طلبتوش برضو، اللي هو الاسترونوت ميداليا، شكلها حلو قوي. دي برضو الله روحي كيوت، بس ليه زعلانه؟ بصوا كيوت. ودي برضو بيبقى عليها البلاستيك ده، مش بلاستيك، هي بتبقى زي شيت كده، بصوا بنشيلها. بحب قوي الاحساس ده وانا بشيلهم، كيوت. وبرضو بيبعتوا الايس كابات، دي كنت بحطهم على القلم بتاعي بيبعتوهم كتير قوي كده، يرموهم في البوكس. تعالوا نفتح دي عشان انا عندي فضول قوي. اوكي افتكرت. بصوا يا جماعه، كنت جبت دي اصلا، بحب قوي الباكج اللي بيبعتوها فيها، استخدمهم تاني احط فيهم حاجات. اصلا بصوا اللون تحفه ازاي، لوني المفضل. دي يا جماعة مقلمة، بس صراحة انا ما جبتهاش كمقلمة لانه خلاص بقى انا اتخرجت يعني، بس انا جبتها عامة. واو الماتيريال بتاعتها يا جماعة رهيبة بجد، حلوة قوي بدون مجاملة، السوستة حلوة. بصوا بقى من جوه ايه ده، ده فيها حديد من فوق يعني، بصوا الحتة دي ما بتتناش، الحتة دي فيها حديد. وبصوا بقى من جوه، نفردها كده من تحت، بصوا كبيرة ازاي. انا جبتها عشان مثلا لو انا مسافرة او حاجة احط فيها مثلا سكين كير، ميك اب، فاهمين قصدي؟ هستخدمها كده يعني، مش هستخدمها للقلمة. بس كبيرة قوي من جوه، واصلا بصوا من جوه هنا في جيوب فوق، والحتة اللي قدام دي بتتفتح، بصوا فيها كده تقدروا تحطوا فيها القلمة، ممكن انا احط فيها مثلا الفرش بتاعة الميك اب، يعني بجد عملية جدا. وكان سعرها مش فاكرة كام، تقريبا من اتنين لاربعة دولار، مش فاكرة، بس سعرها حلو جدا. والحلو ان فيها الحديد اللي فوق ده، فتحفة عجبتني. انا هدي دي 10 من 10، بجد حلوة جدا. اوكي واتس نيكست، تعالوا نشوف دول. دي انا جبتها تاني، انا اصلا عندي واحدة اهي وبحبها جدا بجد في جورنالينج، بيبقى شكلها كيوت قوي وبكتب فيها المهام بتاعتي، بس بتاعتي قربت تخلص فقلت اشتري لي واحدة تانية عشان بحبها قوي. ودي بقى انا جبتها فور فن شوفوا مين عيد ميلاده هيقرب وهديله البتاعه دي، بس كان شكلها حلو قوي على الويب سايت. تعالوا نشوف ده، كارت عيد ميلاد. اوكي بس المفروض في كده مجسم من جوه، تعالوا نشوف مع بعض. جماعه كيوت، بصوا من الجنب فاهمين ازاي، مجسم كده صحي. لا جماعه عجبتني جدا. وتكتبوا هنا بقى اللي انتوا عايزينه للشخص ده، اصلا تحفه يعني، انا لو عيد ميلادي هديها لنفسي بصوا شكلها حلو ازاي. يلا نشوف بقى مين عيد ميلاده قرب وهديها له عجبتني جدا. اوكي اللي بعده يا جماعه، بجد البوكس ما بيخلصش. اوكي لسه مكملين. ده ايه ده؟ بصوا يا جماعه، طلبت دي مع اني انا اصلا واحده مش بتقرا، فجبت دي، هي بوك مارك اللي بنحطها في الكتب، بس انا ممكن برضه احطها عادي في النوت بوكس بتاعتي. جماعه بصوا مرسوم عليها دول اسمهم ساكورا، اللي هم الزهر الياباني، انا بجد بحب قوي شكله، شكلها تحفه. عايزه اوريكم بس انا قصدي ايه، ممكن بنحطها كده، انا هجرب في النوت بوك دي. بصوا كده وتفصلوا بيها بقى لو انتوا بتقروا، او مش لازم على فكره للقرايه، لاي حاجه تحطوها كده كفاصل. عجبتني جدا بجد تحفه، وممكن اديها لهالا بصراحه لان هالا هي اللي بتقرا كتب كتيره يعني، فممكن ابقى اديها لها. وبجد ريحه البوكس يا جماعه حلوه قوي، خلت اصلا ريحه الاوضه حلوه. طيب ايه السكس كولرز ده؟ بصوا يا جماعه، ده هايلايتر مش كده؟ اعتقد هو ده شكله. انتوا عارفين هوسي بالهايلايترز والقلمه اللي هي الحاجات دي. واو يا جماعه بصوا الالوان،
واو this is so pretty. اوكي بصوا الالوان تحفه، انا عايزه اجرب واحد دلوقتي. تعالوا نجرب مثلا الاخضر ده والازرق مثلا، الالوان حلوه جدا. وده ايه ده؟ جراي، واخد جراي شويه، جراي مخضر. انا شفتهم على الويب سايت وما قدرتش يعني. بصوا بجد الالوان رهيبه ازاي. تعالوا مثلا نجرب الاخضر ده. الله يا جماعه ده هايلايتر باستيل حرفيا. وحبيت وقع كده، بيمشي بسرعه مش بيعض. بصوا اللونين تحفه، حلوين قوي قوي. انتوا هتلاقوني بستخدمهم كتير دول في الجورنالينج. الالوان حبيت، مره حبيت. بتفرج اصلي على انبوكسنج فيديوز كتيره لناس من السعوديه، فيقعدوا يقولوا مره حبيت مره حبيت. اوكي ما هذا؟ انا طلبته مش فاكره صراحه، ممكن اكون طلبته لان دي حاجه انا اطلبها جدا. وهو الكي تشين ده، بحب احطهم في الشنط بتاعتي، بس برضو عليها البلاستيكه دي انا عايزه اشيلها عشان بتنرفزني قوي صراحه. البلاستيكه مع بعضينا. قالوا ان هم بيحطوا البلاستيك ده عشان ما تتخربش في الطريق، بس بجد شكلها تحفه. اي لاف ات. انا تلاقوني اعشق الحاجات اللي هي الكتكوته دي. بصوا بقى، بصوا دي بقى، بصوا دي. جبت البريسلت دي تتلبس في الايد، يلا نلبسها حالا. جماعه بجد البتوع دول حلوين جدا، بستخدمهم برضو في السفر لما اكون عايزه اخد الاكسسوارز معايا. احنا لازم هنعمل بارت 2 لان بجد البوكس لسه مليان ولسه في واحد كمان. بس تعالوا نفتح ده. واو بصوا يا جماعه الحته دي اصلا بتخش لجوه كده يعني. لا لا رهيب الباكجينج. واو دي احلى بريسلت شفتها في حياتي. بصوا يا جماعه انا بس عايزه اوريكم بوضوح عشان تشوفوا انا ليه بقول واو. بصوا هنا فوق في قلب كده مفتاح، وهنا تقريبا دي برضه الساكورا اي ثينك. بصوا تحفه. لا حلوه قوي. لا ده احنا هنلبسها بقى، ده احنا هنلبسها بقى. عجبتني جدا. واو تحفه 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 بجد. الحلو ان الحاجات دي كانت رخيصه جدا يعني، الحاجات يونيك اولا يعني، لما تلبسوها انتوا او تستخدموها الناس هتقولكم إيه الحاجات دي منين، انا ما شفتهاش مثلا قبل كده، هتقولوا لهم بقى ستيشنري بان. اوكي تعالوا نكمل. البتاع ده اتنطور في الاوضه. ما هذا؟ افتكرت. بصوا طلبت ايه يا جماعه، بحب قوي حاجات الشعر دي، فده انا مش عارفه صراحه انتوا بتسموه ايه، طوق سورتات، انا شخصيا بقول عليه سورتات، اللي هو الهيد باند. بصوا اللون جماعه واو. بصوا فنجه يعني مريحه كده، فاهمين قصدي؟ الحته اللي فوق دي سفنجه فمريحه مش ناشفه، وتلبسوها كهيد باند. الله حبيت اللون، اللون والباكج اللي جايه فيها. بحب قوي الزيب لوك لاني بستخدمهم تاني، بس تحفه حبيتها. ودي كان في منها الوان كتير قوي، بيربل، بس انا كنت محتاره اجيب البينك ولا دي، بس انتوا عارفين انا بحب الازرق فكنت لازم اجيب الازرق. واتس نيكست؟ تعالوا نشوف دي، عشان دي اصلا انا كنت عايزاها جدا. طبعا كوني صانعه محتوى بيجيلي باكجز كتيره قوي، وبيكون عليها مثلا العنوان بتاع البيت، رقم تليفون، حاجات كده معلومات يعني، ما ينفعش ارميها في الزباله كده عادي. فالبتاعة دي يا جماعة انا عايزة اعرف هي اتفتح منين ولا الدنيا، عشان خايفة اكسرها. تقريبا مش من هنا، هي اكيد مش من هنا. الو اوكي فتحتها. بصوا بيبقى فيها الرول دي، تعالوا افهمكم، بتلغوش على معلومات. فانا مثلا عندي دي، اوكي هنعمل كده. بصوا رهيبة بجد، بتلغوش بقى على المعلومات، فتخبوا معلوماتكم. وانا دي بجد محتاجاها جدا، بدل ما اقعد اقطع كل الورق وهكذا، فدي كنت محتاجاها جدا، هتساعدني قوي بجد. اوكي احنا لسه مكملين، انا عندي فضول اعرف في ايه هنا يعني. ايه هذا البوكس؟ نفتح مع بعض. الو في ايه جوه هي؟ يعني انا طلبت ايه في بوكس؟ ما هذا؟ عرفت عرفت دي ايه. جماعه دي طلعت كبيره قوي. ايه ده؟ طلعت كبيره بجد، انا مش متخيله حجمها يطلع كبير كده. برضو دي نفس فكره المقلمه، بس دي انا بقى جبتها برضو للمكياج وكده. ليه بقى؟ بصوا فكره في الهلكه الاول، حلو قوي ان الخامه بتاعتها ووتر بروف، وانا نقيت اللون البيج، بس برضو كان في منها الوان كثيره جدا، بس انا عجبني قوي اللون البيج. وبصوا بقى من ورا، بصوا الفكره دي عجبتني جدا. نفتحها كده، مثلا احنا حاطين فيها بقى جوه المكياج او مش عارفه ايه، فنروح او حتى لو القلمه بتاعتكم مثلا في المدرسه، تروحوا تانيينها كده وتعملوا لها كليبس من ورا، وتبقى البتاعه مفتوحه كده
يعني مثلا هقول لكم ايه، احنا حاطين الاقلمه بتاعتنا فهتبقى باينه كده واحنا شايفينها، ونقعد ناخد منها مثلا واحنا في الحصه او كده، فنحطها قدامنا والحاجه تبقى باينه. واو، بصوا في الحته دي تقدروا تحطوا الحاجات بتاعتكم، كمان في سوسته هنا تقدروا تحطوا فيها حاجاتكم. بصوا، لا رهيبه، لا لا بجد ستيشنري بال بيتميزوا في الحاجات اللي هي ايه، الحاجات العجيبه، يعني انا عمري ما شفت حاجه زي كده فعجبتني. انا دي هديها 1,000,000 من 10، مش 10 من 10. اوكي لسه مكملين وبقوه. ما هذا؟ وسامع ده بقى اختراع، اختراع هو ما يتقالش عليه غير كده بصراحه، هو اختراع بجد. بصوا انا كنت اول مره اشوف البتاعه دي، كانت في فلوج واحده في كوريا، ولقيتها علقت شنطتها على البتاعه دي على الترابيزه. انا ساعات بيكون عندي شنط قيمه قوي بالنسبه لي، ان انا ما بحبش احطها على الارض، هتتوسخ بسهوله يعني. فلقيت الاختراع ده يا جماعه، يعني مش فاهمه صراحه. بصوا بيجي على كذا شكل، بس انا نقيت شكل هذا الدب، وبنتني دي على ما اعتقد كده، ودي بندخلها، خلونا مثلا نقول دي الترابيزه، بندخلها كده في الترابيزه وبتمسك في الترابيزه، وبنعلق الشنطه بتاعتنا هنا. ايه بقى الحلاوه دي؟ انا جدا، وبجد كانت رخيصه قوي، كانت تقريبا بدولار، يعني مثلا خلونا نقول 30 جنيه، او كانت بسنت يعني مثلا 80 سنت او حاجه زي كده، حاجه بسيطه جدا اصلا تتحط في الشنطه، شكلها كيوت، وبتحطوها على الترابيزه وتعلقوا الشنطه. تحفه تحفه بجد، لا عبقريه يعني، عجبتني جدا. اختراعات يا باشا، اختراعات والله العظيم. اوكي تعالوا نشوف مثلا حاجتين كمان، والباقي بقى نكمله في بارت 2، عشان انا بجد حاسه ان الفيديو ده طول قوي. في دي برضو من الحاجات اللي بيحطوها فور فري، بس عايزه اقول لكم لسه في حاجات كتير قوي. طلبت الجراب ده للموبايل، حاجه بقى يعني غير اللي انا بطلبه تماما. بس بصوا شكل الجراب، الله، والماتيريال بتاعته. بصوا الالوان، انا عاده بجيب حاجات كيوت، حاجات سيمبل. اكتشفت ان انا تقريبا طلبت كل الجرابات اللي عندهم، انا كل الجرابات اللي تسالوني عليها بتاعتي دي من عندهم برضو، الجرابات الكيوت. بس خامته حلو قوي، خامته رابر كده، بصوا حلوه جدا، وبصوا شكله حاجه مختلفه، تغيير تغيير عن العادي، يعني ستيشنري بال بيتفوقوا في الحاجات الغريبه. وتعالوا ننهي مثلا هذا الفيديو بالحاجتين دول، مثلا تعالوا ننهيهم بالحاجتين دول. البوكس لسه فيه شويه حاجات كده، ولسه فاضل لنا بوكس كمان نعملهم في بارت 2. وعايزه كده تتحمسوا، لان انا مش فاكره اصلا البوكس التاني ده ممكن يكون فيه ايه، لان انا بجد طالبه الحاجات دي يعني صراحه ما بقاليش كتير، بس انا بنسى بسرعه. مهم طلبت ده عشان برضو بيبقى عملي جدا في الشنطه، انتوا عارفيني انا واحده بتحب النظام، بحب حاجتي تبقى مترتبه يعني. فاكتر حاجه بتنرفزني الاسلاك، سلك الشاحن، انا على طول باخد الشاحن بتاعي معايا في الشنطه، هو والبورتبل، فبكره لما السلك يكون في الشنطه كده، انتوا اكيد فاهمين قصدي. فدي بنحط السلك هنا ونقعد بنلف من ورا كده، بنلف السلك اهو. تعالوا اوريكم، تعالوا اوريكم عملي عشان تفهموا. اوكي بناخد السلك وبنحطه كده هنا في النص، ماشي، بعدين بنقفل، ومن ورا هنقعد نلف كده 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 كده. اوكي النظام، اموت انا في النظام، بس خلاص الشاحن اهو معانا، بقى شكله كده مرتب في الشنطه، لان انا موضوع الاسلاك ده بيجيب لي عشوائيات كده، ببقى اللي هو بجد متنرفزه. فده كده بيحفظ الشاحن ونحطه في الشنطه، بس خلاص مش محتاجين اكتر من كده والله، يعني في النظام والترتيب. وبعد كده دي انا طالبه منها اتنين، بس تعالوا نفتح دي في البارت ده، والتانيه في الالوان التانيه في الجزء التاني. بس تعالوا نفتح اصلا، بصوا البوكس الوانه تحفه ازاي، والله يا ستيشنري بال انتوا تاخدوا قلبي. الله بصوا الالوان، الاقلمه بقى، الاقلمه وحبي للاقلمه بتاعت ستيشنري بال. انا اصلا كنت جايبه من دول المره اللي فاتت، اللي هم دول، اوكي، وخطهم حلو جدا، والبيجمنت بتاعتهم تحفه. بصوا الالوان، احمر وبيربل وازرق، ولون كده هو جولد شويه واخضر. تعالوا مثلا نجرب، تعالوا نجرب ايه الاحمريكا ده، لون ظريف قوي صراحه. وبصوا التيب بتاعته رفيعه، وانا بحب السن بتاع الاقلمه يكون رفيع، نكتب فرح. هو مش بيربل، هو قصدي مش احمر، بينك يا جماعه، هو لون كده في النص حلو قوي. تعالوا نجرب البيربل ده لانه لونه عاجبني جدا. طبعا خطي مش هنتكلم عليه لان انا مش عارفه اكتب حاليا، بس بصوا الالوان تحت، لا حلو
عجبوني، انا اصلا مجربهم فبحبهم قوي. بس بصوا الالوان تفتح نفسي على المذاكره، مذاكره الكوري بقى. بس متحمسه اوريكم، لسه عندنا زيهم كمان بس الوان تانية انا بحبها. لسه في حاجات كتيره في البوكس ده، وفي لسه بوكس كمان. هو هذا البوكس، اصلا البوكس ده تقيل، حاطين فيه ايه جوه انا بجد مش عارفه، هنتفاجئ مع بعض. بس المهم استنوا بارت 2 النهارده الاثنين، سيبوا بكره الثلاث، ارجعوا لي تاني يوم الاربع عشان هنزل لكم الجزء الثاني من انبوكسنج هذا البوكس ونكمل مع بعض. فاضل شويه حاجات، هم مش كتير اكشلي، هي بس في شنطه تحت عشان كده تحسوا ان هو فاضل حاجات كتيره. بس نكمل بقى فتح الحاجات دي مع بعض، وتعالوا اقول لكم ازاي تطلبوا من على ستيشنري بال. عايزه اقول لكم الموضوع سهل جدا ان انتوا تطلبوا من عليهم، انتوا هتخشوا اكتبوا في جوجل حتى ستيشنري بال، وانا هكون سايبه لكم اللينك في صندوق الوصف. بس لو انتم مكسلين تروحوا صندوق الوصف هتفتحوا جوجل وتكتبوا ستيشنري بال، اوكي بتخشوا وتقدروا تغيروا العمله لو انتوا عايزين للمصري. بس انا يعني بختار بالدولار عادي. وتقعدوا بقى تتصفحوا بجد، هتخشوا تلاقوا حاجات كتيرة جدا، مش هتعرفوا تشتروا ايه ولا ايه. بجد الاسعار حلوة جدا، رخيصة جدا. بس في مشكلة واحدة لمصر، لكن لو انتوا في اي دولة تانية اعتقد مش هيكون في مشكلة، لانه التوصيل بتاعهم world wide والحاجة بتوصل بسرعة جدا. يعني الباكج دي وصلت لي تقريبا في 4 أو 5 ايام، ودي من الصين، فانه باكج تيجي كل ده بجد كانت سريعة جدا. فلو انتوا من مصر للأسف هيكون عليها جمارك، وطبعا احنا عارفين الجمارك ما تبقاش قليلة، تبقى بالألوفات. فانتوا عشان تجيبوا حاجات رخيصة بس تدفعوا عليها ألوفات طبعا مش حاجة يعني عادية حد بيعملها. فاللي انا بعمله او تقدروا تعملوه، ان انتوا لو عندكم اي حد برا مصر وجاي مثلا من بره، اطلبوا الطلبيه دي وبعتوها على العنوان بتاعهم، مش هيدفعوا خالص شيبينج او اي حاجه. واصلا تقريبا لما بتتعدوا مش عارفه الكام دولار تشتروا من عندهم بتاخدوا فري شيبينج. فلو انتوا برا مصر عادي يعني ما عندكوش جمارك او كده، فخلاص الباكج هيوصل لكم مش تدفعوا عليه جمارك او كده. طبعا ده لو البلد بتاعتكم ما فيهاش جمارك، انا ما اعرفش صراحه. بس اللي انا بعمله مثلا لو اي حد جاي من بره، حتى لو يعني حد ما اعرفوش قوي، بس يعني انا عارفه ان حد عايش بره وجاي قريب مصر، فبختار الحاجات كلها وببعت الحاجات على يعني على بيتهم او عنوانهم، ولما يجوا بقى بيجيبوا لي البوكسات والحاجات دي. فدي الطريقه لو انتوا عايزين يعني في مصر تجيبوا الحاجات دي. بس لو انتوا بره مصر فعادي، هم عندهم شيبينج لكل العالم حرفيا، فمهما كنتوا هيوصلوا لكم. وبجد الحاجات رخيصه جدا، وتقدروا تغيروا العمله على الويب سايت وتختاروا العمله بتاعت بلدكم. فبس ده كان فيديو النهارده، متنسوش تكتبولي في الكومنتس ايه اكتر حاجه انا جبتها لحد دلوقتي عجبتكم، عشان لسه عندنا حاجات تانيه. فقولولي ايه اكتر حاجه عجبتكم، وقولولي اصلا لو انتوا بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوها. هذا كان فيديو النهارده، واستنوا بقى الجزء التاني، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، انيونج.